السلام عليكم طلاب كلية الفارابي مرحلة ثانية. اليوم محاضرتنا بما تخص محاضرة العملي بفايلم البلاتيهمانتس. فمثل ما عرفنا انه الكينجدوم هي الانيميليا، الفايلم هي البلاتيهمانتس اي شعبة الديدان المسطحة. البلاتيهمانتس كاركترستيكس، نلاحظ انه صفات العامة للديدان المسطحة بداية هي commonly known as flatworm or tapeworms. اذا هي عبارة عن ديدان مسطحة اسمها الشائع، ومثل ما نعرفها انه هي بسبب افتقارها للتجويف الجسمي لذلك سميت بالبلاتيهمانتس الديدان المسطحة. There are around 20,000 species of these animals، حوالي 20,000 نوع منها. There are mostly parasitic with a few free living. اهم مثل ما عرفنا انه هاي الكائنات تكون طفيلية. واذا نتذكر بالنظري من اخذنا بوقتها حكينا عن التيربيلاريا اللي كان الاكزامبل مالتنا هي الدودة البلينيريا، وشفنا انه الكريماتودا انسستودا كانت هذولي اثنينهم الكلاسين ذولي باراسيتيك. لذلك بهاي النقطة ايش دي يقول لي انه يقول لي mostly parasitic with a few free living، إذا ده يقصد إنه كلاسين من عندهم هم طفيلية، وكلاس بهذه محاضرتنا اليوم هو free living. يقول لي ده بدي dorsal ventrally flattened، الجهة الظهرية راح تلامس الجهة البطنية بطريقة flat، don't have body cavity and are acylomate. مثل ما عرفنا انه الكائنات اللي تحتوي على التجويف نسميها سيلوميت، اللي عديمة التجويف حنقول acylomate، اذا هي تفتقر الى التجويف الجسمي. نقطة رقم 3 they exhibit bilateral symmetry، إذا نعرف أنه هاي دودة البلانارية، إحنا هاي كان عندنا مثالنا بالنظري، إذا جيت أنا قسمت هذه الدودة بالنص بوصلة مستوي واحد، إيش حتطلع؟ حتطلع هذه الجهة مناظرة لهذه الجهة، اليمين مناظر لليسار، فهنا اللي يقول لي أنه هي هاي الكائنات هي تكون bilateral symmetry. Body is soft and segmented except the Plastistoda. احنا عرفنا انه دودة البلانيريا هي تكون unsegmented worm، هي هاي دودة تكون غير مقسمة، الجسم ما مقسم. لكن اذا اروح على كلاس الكريماتودا، هذا كلاس الكريماتودا ديدان اللي تقول كلاس الكريماتودا، كذلك الجسم يكون غير مقسم. واذا لاحظ انه شكل الديدان يكون يشبه ورقة الرارنج، اذا هذه الدودة غير مقسمة. لكن اذا اروح على ديدان السيستودا، هذه هي السيستودا، نلاحظ انه شلون الجسم مقسم الى عدة مناطق. هسه راح ندرج شنو هاي المناطق اللي مقسمة. فهنا ايش يقول لي، حطينا احنا اكسبشن من ضمن النقاط، قلنا انه يقول لي البادي از سوفت ان سيجمنتد اكسبت كلاسستودا، اذا هاي ننتبه لها النقطه. ذا دايجستيف سيستم از انكومبليت، جهاز الهضم يكون غير مكتمل، غير مكتمل. مثل ما نتذكر بالنظري قلنا انه جهاز الهضم ما مكتمل. واي انكومبليت دايجستيف سيستم؟ بيكوز دونت هاف الأينسبور، إذا ما عندها فتحات الشرج، معناها جهاز الدوران، جهاز عفوا الهضم غير مكتمل. أدي منو المجاميع الكلاسين اللي جهاز الهضم غير مكتمل؟ عندي مجموعة التربلاريا والتريماتودا، هم عبارة عن جهاز الهضم غير مكتمل، أي يبدأ بفتحة الفم ولا ينتهي بفتحة المخرج. لكن هنا يقول لي أكو مجموعة يقول absent، جهاز الهضم يكون شنو؟ digestive system or absent. وين منو absent؟ بالسيستودا جهاز الهضم يكون تماما غير موجود. يقول إذا anus is absent there are no true stomach structure، إذا نحن مثل ما عرفنا أنه كتركيب من النظري، كتركيب للأمعاء بشكل واضح وبكفاءة عالية مثل الأمعاء اللي موجودة أو المعدة الموجودة بالكائنات الراقية، ما موجود بهذه الكائنات. اجعل الريسبيريتوري اند سيركيتوري سيستم، مثل ما نتذكر بالبلانيريا كانت هي تفتقر الى هذه الاجهزه، ويكون هذول ابسنت. ريسبيريشن جنرالي ثرو، عن طريق الديفيوجن، عمليه الانتشار، ثرو جنرال بودي سيرفيس، عن طريق جدار او سطح الجسم يتم التبادل الغازي. ذا اكسكريتوري سيستم هاز بروتونيفريديا وذ فلايم سيلز، اذا جهاز الاخراج هنا مثل ما نتذكر من رسمناه على السبوره بالنظري، جهاز الإخراج كان يعتمد على في التركيب اسمه البروتونفريديا. بروتونفريديا هذه كانت شنية؟ هي عبارة عن العضو أو التركيب المسؤول عن عملية الإخراج.
نهاية البروتون فريدي شنو كان اكو؟ اكو الفليم سيل. واي تسمي باي فليم سيل؟ لانه قلنا تحتوي على السيليا، من تتحرك داخلها السوائل الالكتريك تنطرح خارج الجسم راح يؤدي الى حركة السيليا بحركة تشبه لهب الشمعة، لذلك اطلق عليها اسم الفليم سيلز. يقول there is a primitive nerve system present. احنا عرفنا انه البلينيريا كان الجهاز العصبي مالتها يكون بسيط، وهو هو هذا باللون الأصفر، هذا البالون الأصفر هو يعبر لي عن الجهاز العصبي. كان عندنا تو جانجليا، وهنا أعصاب تمتد طولية إلى نهاية الجسم. نرجع على these animals are hermaphrodites، هي كائنات خنثية. fertilization is internal، هذه الكائنات خنثية والأخصاب يكون داخلي، لكن مثل ما نتذكر أنه البلانيريا كانت أنه صح تحتوي على جهاز تكاثري ذكري وأنثوي، لكن بنفس الوقت ما تلقح نفسها، تنتظر أنه تلقحها دودة أخرى. النقطة الأخيرة there are a triploplastic with three germ layers، إذا هنا يكون ثلاثي طبقات الجسم، الجسم ثلاثي طبقات، وعرفنا أنه ليش ثلاثي طبقات؟ لأنه يحتوي على ثلاث طبقات خلوية اللي هي الإكتوديرم، الميزوديرم and الإندوديرم. نجي على الـ classification of Platyhelminthes. نجي على الـ kingdom هي الأنيماليا، الفايلم هي Platyhelminthes have three classes اللي هي من هي؟ التربلاريا، تريماتودا and سيستودا. تيربلاريا example عن كائن يعود إلى كلاس التيربلاريا هي البلانيريا، واللي هي تكون فريش ووتر فلات ووم. نيجي على التريماتودا example هي الفاشيولا، دودة الفاشيولا، أو نسميها الليفر فلوك، مثقبات الكبد. ونيجي على كلاس سيستودا example عندنا هو دودة التينيا، دودة التينيا. بداية إذا هنا مثل ما احنا متعلمين بمادتنا العملي، إذا قلنا انه mention two classes belong to phylum Platyhelminthes، انطيني اثنين كلاسات يعودون الى phylum Platyhelminthes البداية المسطحة، ممكن نذكر التيربيلاريا تريماتودا or تيربيلاريا سيستودا or تريماتودا سيستودا or as you like، انتو شو تحبون تذكرون. إذا جبنا عدد فد two classes يعودون الى phylum Platyhelminthes. حنشرح عن الكلاس التيربيلاريا، حنشوف شنو كلاس التيربيلاريا شنو دي. أول شيء يقولي there are free living organisms، أنا يعرف أنه البلانيريا هي عبارة عن دودة تكون free living، حرة المعيشة. They have bilateral symmetry، أنا أعرف هاي النقطة أنه إذا جيت قسمتها للدودة من الوسط راح تنقسم إلى قسمين متناظرين، وهذا الشيء حكيناه بالنظري. They are glide over the substrate. They move by using cilia and muscular undulation. إذا احنا عرفنا أنه البلانيريا عندها في مناطق محددة من الجسم تحتوي على سيليا تساعدها بعملية الحركة، وتكون هي هذه الكائنات most turbulent or carnivorous، تكون تتغذى على كائنات أخرى مثل ما نتذكر بالنظري أنه قلنا على small worms or larva or crustacean، هي هاي عبارة عن غذائها لهذه البلانيريا. يقول لي هنا، يقول لي the turbularian don't have respiratory organs. إذا إحنا عرفنا مهم من النظري، تتذكرون من عددنا عدد عفوا الأجهزة اللي موجودة بالبلانيريا والأجهزة المفقودة بها، تتذكرون إنه كان جهاز التنفس غير موجود بهذه الدودة. الـ excretory system or excretory organ are the protonephridia. الـ protonephridia هي are the network of fine tubules. إذا هذا هو تعريف الـ protonephridia، هي عبارة عن شبكة من النبيبات الدقيقة، ونهاية هذه النبيبات الدقيقة ينتهي بالفليم سيلز. راح ينتهي وين؟ بمن ينتهي بالفليم سيلز. The most turbulent have two simple eye spots called acilli. نلاحظ هذه العيون اللي بمقدمة رأس الدودة، هذه هي عبارة عن عيون بسيطة تساعد الدودة بأن تتحسس الضوء خلال سباحتها، لأنه احنا مثل ما عرفنا أنها هي free living، وبالتالي هاي العيون البسيطة أسميها الأوسيلاي. هاي أسميها شنو؟ الأوسيلاي. إذا إجانا هذا pointed part بمادة العملي، فشنو ممكن تجيني أسئلة عن هذه البلانيريا؟ إذا جبنا صورة مثلا البلانيريا وقلنا diagnose this organism، تقول لي البلانيريا، أو أجيب لك السؤال give the scientific name of this organism، أجيب لك صورة وأقول لك أنطي الاسم العلمي مال هذا الكائن، تقول لي البلانيريا. أقول لك to which class this organism belong، إلى أي كلاس يعود هذا الكائن، تقول لي التيربلاريا.
اوكي، اذا جبنا انه classify this organism، اذا قلت لك صنف هذا الاورجانيزم classify، منين ترجع لي classify؟ ترجع على هذا kingdom animalia phylum platyhelminthes class turbellaria، والاكزامبل هو مالتنا اوريجيناس هو لبلناريا. واضح؟ اذا جبنا مثلا صوره او pointed part، مثلا اذا جبت لك صوره واشرت لك على ذول السود النقاط شنو هذه، what is the pointed part، تقول لي هاي الاوسيلاي. زين، اذا هذه الاوسيلاي، اذا نجي على هذا الرسم واللي نفسه احنا رسمناه تقريبا بالنظري، هذا التأشير على هذا الجزء هو شنو؟ هو الماوث. هذا تتذكرون ورا الماوث شنو يجينا مثلنا احنا البشر؟ ورا الماوث يجي البلعوم، هذا هو الفارنكس، هذا هو الفارنكس، وهذا هو الماوث، هذه الفتحة هو الماوث، وهذه هي النقاط السوداء الاثنين، هي عبارة عن الأوسيلاي. هذه ما يخص البلانيريا، خلصنا منها. نيجي على الكلاس الثاني اللي هو كلاس اسمه التريماتودا، واني اللي عرفت انه هذا الكلاس الاعضاء اللي ترجع الى هذا الكلاس هم عباره عن باراسيتيك اورجانيزم، تكون طفيليه، اي تتطفل على جسم الكائن وتسبب لنا امراض بالنسبه لنا احنا البشر. يقول هنا بدايه، يقول لي ادلت تريماتودا ار باراسايتس اوف فيرتبريتس، اذا هي كائنات طفيليه على كائنات فقريه، يعني علينا احنا او على الشيب او كائنات اخرى. All have complex life cycle required one or more intermediate hosts. إذا تحتاج مضيف وسطي واحد أو أكثر. حقيقة ما أريد أدخل بهذا الموضوع لأنه راح نتطرق له بمادة الطفيليات بشكل موسع. Most hermaphroditic many capable of self-fertilization except blood flux. لاحظوا وياي هنا هذه التريماتودا، هذه كلاس التريماتودا راح نشوف بي أربعة مجاميع، مجموعة تصيب الأمعاء intestinal flux سميناها، تذكرون التريماتودا بين قوسين كتبت لكم الفلوكس اللي هي هاي الكلمة الفلوكس. فالتريماتودا بها أربعة مجاميع من المثقبات، مثقبات الأمعاء ومثقبات الكبد الليفر فلوك واللنج فلوك، مثقبات الرئة، وأخيرا مثقبات الدم البلاد فلوك. فهنا الشيء يقول لي موست هيرموفروديتيك، الأغلبية مالتها هي خنثية، أي الذكر والأنثى موجودين على نفس الكائن، على نفس الدودة، ويقدرون أنه يسمون سيلف فرتيلايزيشن، تخصيب ذاتي وداخلي. يقول لي اكسبت بلاد فلوك، لاحظ هنا طبعا انا هنا جايبت لكم هاي دوده الهيتروفيس هيتروفيس، وهذه هي دوده الفاشيلوبسيس بوسكاي، هذه هي دوده الفاشيلوبسيس بوسكاي. اجي على الليفر فلوك راح اشاهد دوده كلونوكوساينسيس، وهذه هي دوده الفاشيولا هيباتيكا. اجي على اللانج فلوك، هذه هي دوده الباراغونيموس ويسترماني، باراغونيموس ويسترماني، اشوف انه الديدان هنا بها الاعضاء الذكريه والانثويه، يعني هذه مو ذكر وانثى، لا هذه دوده وهذه دوده اخرى، وهذه كذا وهذه كذا. هذه دوده الباراغونيموس ويسترماني، هذه عباره عن دوده تصيب الرئه، مثقبات الرئه. اذا اشوف البلاد فلوك راح نشوف انه دودة الشستوسوما، دودة الشستوسوما بلاد فلوك، راح أشوف أنه هذا اللي باللون البنفسجي هو الذكر، ويحتوي على هذا الأخدود اللي تتوضع به هذه الأنثى اللي تكون أنحف وأطول من الذكر، أنحف وأطول من الذكر، الذكر يكون أغلظ وأقصر. فنلاحظ انه هذول السبيشيز مالتهم تكون مونيشياس، تكون احادية المسكن، عدا البلاد فلوك تكون الذكر مفصول تماما عن الانثى. فهنا نجد يقول لي موست هيرموفروديتيك، الاغلبية خنثية، عدا مجموعة منهم البلاد فلوك اللي هم هذول يكون شنو ميل اند فيميل ار سيبريتد، يكونون مفصولين. يقول لي البادي از نون سيجمنتد، اذا لاحظ هذه الديدان كلها الموجوده، هل اكو تقسيم بالجسم؟ ابدا، الجسم لا يحتوي على تقسيم. يقول لي فلاتن دورسو فنترالي ليف شيب، اذا هي تشبه الورقه، هذه الكائنات تشبه الورقه. ارنت كفر وذ كيوتيكل ويتش مي سموث اور سبايني، اذا هذه الكائنات تحاط بالكيوتيكل، تذكرون المقارنه بالنظري، تحاط هذه الكائنات بالكيوتيكل. ليش قلنا؟ لانه حتى تقاوم العصارات اللي تفرز بالمعدة، أو تقاوم أي مواد يفرزها الجسم دفاعية ضدها، فهذا كي تحاط بالكيوتيكل. وشنو وظيفة الكيوتيكل هنا؟ وظيفة شنو؟ for protection، وظيفة دفاعية. فهذا الكيوتيكل أما يكون بس أملس، بس مجرد كيوتيكل، أو إنه هذا فوق الكيوتيكل أكو أشواك سبايني، سبايني معناها أشواك. وين هذا حشوفه؟ راح أشوفه طبعاً بالباراغونيموس ويسترماني، حطرق له بمادة الطفيليات إن شاء الله. حنشوف فوق الكيوتيكل أكو فد أشواك صغيرة، هذه تغطي الكيوتيكل.
طلاب، بهالحالة أنا هنا أجيب لك ممكن أي صورة من هذولي الصور، أي صورة من هذولي الصور، وأقول لك to which class this organism belong، إلى أي مجموعة، إلى أي كلاس يعود هذا الكائن. أنت تقول لي إلى التريماتودا، إلى التريماتودا. فمن أجي أقول لك هنا مثلا أنت تحفظ شكل الكائن، تحفظ شكل الكائن، أنا عادة اللي راح أجيب لك إياها، إذا أجبت لك تصنيف حجيب لك هذا حتى يكون واضح بالنسبة لك، أنتو ما متطرقين للطفيليات لسه، فراح أجيب هذا. إذا أجيب لك هذا وأقول لك classify this organism، صنف هذا الكائن، لمين ترجع لي؟ من قلنا صنف هذا الكائن نرجع على التصنيف مالتنا، تقول لي الكينجدم هو الأنيميليا، الفايلم البلاتيهيمنثيس، الكلاس التريماتودا، والإكزامبل ما تقول لي ليفر فلوك، شو تقول لي؟ بلاد فلوك. بلاد فلوك اللي هي مثقبات الدم وياية. إذا هذا جبت لك كلاسيفاي صنف، إذا جبت لك أي صورة من ذولي وقلت لك to which class this organism belong، إلى أي كلاس يعود، هو الكلاس هو اسمه التريماتودا. أخيرا عندنا كلاس اسمه كلاس السيستودا. كلاس السيستودا هذه اسميها التاب وورم ار اندوباراسايت او فيرتبريت، هم يعني اذا هاي الكائنات هي عبارة عن كائنات طفيلية على الفقريات. often using invertebrates as intermediate host، قلنا ما راح نتطرق لهذا الموضوع كمضاف وسطية او نهائية بالطفيليات ان شاء الله. هنا نلاحظ الجسم مال هذه الديدان، راح اشوف انه هنا يقول لي the body consists of head called what called called الscolex. هنا هذا بعد اذا اشوف هذه الدوده، انتبه لي على هاي النقطه وين انا دا اشر، وهذا هو جسم الدوده. لاحظنا قام هذا الراس الصغيروني قام كبره، لاحظ هذا السهم كبره لهذا الراس، لاحظ هذا الراس انا بعد ما اسميه هيد وانما راح اسميه سكولكس، لاحظ هاي الكلمه سكولكس، راح اسمي الراس سكولكس. بعد هذا السكولكس راح تجيني منطقه اسميها النك اللي هي العنق، وبعد العنق طلاب راح تجيني تسلسل القطع الجسميه، تسلسل القطع الجسميه راح اسميه الستروبيلا، ايش اسميه؟ ستروبيلا. زين شنو اكو بالراس؟ خلي اشوف شنو اكو بالراس. الراس طلاب انتم دا تشوفون هاي، تتذكرون قلنا الهوكس الاشواك، هاي كلاليب او اشواك سميناها الهوكس. لاحظوا وياي هذول تتذكرون قلنا يحتوي على محاجم او ممصات، هذه هي واحد اثنين هذا ثلاثه واكو الرابع ما يبين بالرسم، هذول سميتهم السكر، هذول اسمهم السكر او المحاجم. اذا هذا الراس يحتوي على الاشواك هاي الهوكس ويحتوي على السكرز المحاجم، كل هذا التركيب المحاجم بالهوكس بالرأس هو كله نفس الهيد سميته سكولكس وياي. بعد السكولكس راح يجيني النك العنق، وبعدين حتيجي لي الستروبيلا. حقيقة طلاب إذا الجسم البادي ديفايدد انتو 3 بارتس، الجسم يقسم إلى ثلاث مناطق اللي هي من هي؟ أول شيء السكولكس والنك and الستروبيلا. إذا هنا شنو؟ إذا قلنا the body sorry the body of cystoda divided into three parts. من يهم هذول الثري بارتس طلاب شو نجاوب؟ نقول السكولكس and neck and الستروبيلا. تمام. لكن اذا اجينا هنا قلنا انه الستروبيلا، هسه راح اجي اني على الستروبيلا، هذه الستروبيلا اللي هي القطع الجسميه راح اشوف انه راح تبدي بمنطقه غير ناضجه نسميها الاماتشور بريجلوتيد، وتليها منطقه الماتشور بريجلوتيد، واخيرا تنتهي بالقطع الحبلى. اذا اول شيء احنا نعرف انه كل شيء بداية احنا كهيومن يجي الطفل هو غير ناضج جنسيا، ومن ثم يمر بمرحلة المراهقة ينضج جنسيا، ومن ثم بالمرحلة الأخيرة ممكن يحدث تزاوج عند هذا الفرد ويصير عندها شنو؟ يكون حمل، فنسميها الجرافيد الحبلى. فلاحظ وياي هنا الستروبيلا، إذا قلنا سؤال آخر هنا ذا ستروبيلا divided into three regions. من
اديني هذول الثري ريجنز. نقول اول شيء منطقه الاماتشور ومنطقه الماتشور واخيرا منطقه للجرافيد. وياي اذا هذه هي شنية، هاي هي عبارة عن منطقة، هذول السؤالين مهمين، هذول هي عبارة عن منطقة الستروبيلا. لاحظ هنا يقول لي reproductive segments are called، اللي هي اسميها البريجلوتيد، المناطق التكاثرية راح اسميها البريجلوتيد، اللي هي هذول الثلاثة اللي قلناهم. يقول لي the pregloted contain both male and female reproductive organs، اذا كل قطعة من هاي القطع اللي دا تشوفوها تحتوي على اعضاء تكاثرية ذكر وانثى، ذكر وانثى، فلاحظ انه كل قطعة اكو ذكر وانثى. يقول لي adult worm are hermaphroditic، اعرف انه ما دام ذكر وانثى على نفس الدول اذا هي شنية، هي hermaphroditic. زين اجي هنا يقول لي هنا التاب ورم دونت هاف دايجست سيستم، ما تحتوي على جهاز شنو هضم. اذا الاحظ على النقاط احنا اللي بدايه الكاركترستكس مالتنا ايش قلنا، يقول لي دايجست سيستم از انكومبليت بحاله الغير مكتمل بالتريماتودا والتربيلاريا، لكن بحاله يكون ابسنت بدون جهاز هضم اساسا هو موجود فقط وين بالسيستودا، وهذا نفسه الحكي احنا دن نكرره. اذا هنا يقول لي التاب ورم هي اور سيستودا دونت هاف دايجستيف سيستم feeding off of nutrient absorbed directly from the host، من يعتمد على الغذاء مالته العاد من المواد اللي ينتصها مباشرة من المضيف مالته او من احنا الهيومن اللي دا يتغذى علينا هذه الديدان. يقول لي body is segmented، الجسم يكون شنو مقسم segmented flattened dorsoventrally، وتكون كذلك هي تكون flattened، هذه الديدان flattened تكون من الجهة الظهرية البطنية. اذا احنا نجيب هذه الدودة، هذه الدودة ممكن اجيبها الصورة، اقول لك give the scientific name of this worm، انطي الاسم العلمي مال هذه الدودة، تجاوبني هو التينيا، التينيا هو الاسم العلمي مال هذه الدودة. اقول لك to which class this worm belong، الى اي كلاس تعود هذه الدودة، belong sorry، تعود الى كلاس اسمه كلاس السيستودة، كلاس السيستودة. قلت لك اجيب لك الصورة، قلت لك classify this worm، صنف هذه الدودة، ترجع لي تقول لي انه الكينجدم هي الانيمالية، فايلم بلاتيهيلمنثس، كلاس السيستودا، والجينس هو التينيا. اقول لك مثلا mention the body parts of this worm، عدد قطع الجسم بهذه الدوده، شو تقول لي؟ تقول لي السكولكس النيك اند سيتروبيلا. اقول لك انه mention the parts of سيتروبيلا، عدد اجزاء سيتروبيلا هي من هي؟ الاماتشور والماتشور واخيرا هي الجرافيد. وبقية النقاط ممكن تجيني فراغات أو صح أو خطأ. أتمنى يكون الموضوع اليوم بالنسبة لنا واضح. هذه إحنا تأخرنا بسبب امتحانات الميد. هذا هو مختبر البلاتيهيلمنثس. إن شاء الله التحضير الجاي أو المحاضرة الجاية حتخص المحاضرة العملي بفايلم الأنيليدا، باعتبارنا أنه إحنا أخذنا مادة النظري الأنيليدا البارحة، فإن شاء الله المحاضرة الجاية حتكون ما تخص الأنيليدا. أشكر اهتمامكم، وأي سؤال ممكن نتناقش عليه الكلاس.